أن الله سبحانه وتعالى خلقنا للإصلاح وأمرنا به ونهانا عن ضده وهو الفساد. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. المسألة الثانية إن يا أخواننا الإصلاح بيكون عنده طريق، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح إلا بمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو المنهج المرتضى من الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالمنهج بتاع الإصلاح هو منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بعثوا يا أخواننا في مجتمع فيه جميع أنواع الفساد وفيه جميع المنكرات وفيه جميع الأخلاق الرذيلة موجودة كانت، وجدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبدون الأصنام ويصرفون العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ووجد عندهم الاعتقادات الباطلة الشركية الكفرية، وجد عندهم اتخاذ الوسائط من دون الله سبحانه وتعالى، ده موجود. والنبي عليه الصلاة والسلام وجد عندهم الفساد في الأخلاق، كما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت أنواعا من الزنا الذي كان يسمى عندهم زواج، منها أن المرأة يدخل عليها العدد من الرجال، فإذا وضعت غلاما فإنها تنظر إلى أشد من دخل عليها وأكرمهم نسبا وأكثرهم مالا، بتقول ده أبوه. وكل أخواننا زنا وفساد وفاحشة. والنبي عليه الصلاة والسلام وجد عندهم الحروب الطويلة في باب الظلم والدماء، حروب طويلة جدا وأسباب تافهة، دي برضو مشكلة موجودة. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجد عندهم أكل الربا وأكل الحرام وظلم الناس، ده كل النبي عليه الصلاة والسلام وجدوا عندهم. كذلك عندهم الاستهانة بالنفس، النفس دي كان عندهم أهون حاجة، إنه يقتل الإنسان ده أهون حاجة، والدماء عندهم أهون حاجة. كذلك وجد عندهم التعدي على القبائل وأخذ حقوق الناس وظلم الناس، ده برضو وجدوا عندهم النبي عليه الصلاة والسلام. وده يا أخواننا مجتمع صعب جدا، مجتمع تحكم القبليات وتحكم العصبيات
المجتمع الجاهلي، وسمي جاهلا لأنه يا أخواننا الناس دين ما عندهم علاقة بالعلم. فكل أمر قبيح نسب إليهم نسب إلى الجهل. شكذا الإنسان لو نسب إلى الجاهلية ما تركت له مسبة. ولذلك يا أخواننا ربنا سبحانه وتعالى عشان يصلح المجتمع ده بعث النبي عليه الصلاة والسلام. وأول حاجة عشان انت تصلح المجتمعات، أول حاجة يا أخواننا إصلاح القلوب. وده نحن الليلة بنعاني منه في المجتمع. الليلة كده أسأل المجتمع، قل لها رأيك شنو؟ قل لها خش الأسواق، تاجر تلقاه إذا اشترى سلعة بثمن ثم سمع أن السلعة قد زادت عند المنتج فإنه يرفع سعر السلع. يقول لك يا أخو الله بقينا ما عارفين الزيت والسوق. أنا الكلام ده كله دار أصل بيه لمسألة معينة، ده مقدمة. إنه ذات الزول بيبدأ في الإصلاح بشنو يا أخوان؟ وهل الكلام ده على كيفك أنت وبمزاجك؟ ولا ده يا أخواننا منهج رباني ربنا أصلح به والصحابة. يخل المشركين يا أخواننا ووصلوا من العنصرية والقبلية والجهل والعصبية إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاهم للدين قالوا لي أول حاجة نحن أشراف العرب، ونحن عشان نقعد معاك ونسمع كلامك لابد أن تطرد الذين هم عندهم من أقل وأرذل القوم. قال له لابد تطرد بلال وابن مسعود وغير من مستضعفي المسلمين. قالوا له لأنه ديل ما مقامنا، العرب ووفودة بتجي ونحن أهل الحرم، لو جا شافونا نحن قاعدين مع ديل بيزدرونا. بعد سنوات بقى لما واحد من المسلمين يقول لي واحد من المسلمين يا ابن السوداء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. امشي له الزول العير ذاته، امشي لأخوه ويقول له لا أرضى حتى تضع قدمك على خدي. الكلام ده وصل له بيات منهج لابد نعرفه. فشاهد من الكلام إنه يا أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام بعث في مجتمع ما فيه أي يعني قيمة إلا بعض القيم البسيطة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أصلحهم به. طيب نحن هنا عندنا ده عندنا فساد في أي حاجة كويس، تخش الأسواق تطفيف في المكاييل، ناس ما بخافوا الله في المكيال والميزان كويس، تمشي تخش المستشفيات الدواء كثير من الناس اللي عندهم علاقة بالطب والعندهم علاقة بالأدوية اللي عندها علاقة يعني بحياة الناس، الواحد تلقاه يدس الدواء لما يتعدم في السوق حتى يمرقه ويبيع فوقه بالدس. ده أخواننا حاصل ولا ما حاصل؟ الأزمات بتاعت الوقود، زول يمشي يجي في الصف المدعوم ويمشي يحلب عربيته وتاني يجي في الصف وتاني يحلب عربيته ويمشي يبيعه للناس بالسوق الأسود، ده فساد ولا ما فساد؟ ده فساد موجود. وغير من أنواع الفساد الاعتداء على الأعراض والاعتداء على الناس وترك الصلوات وغير يا أخواننا من أنواع الفساد، دي كلها كانت موجودة. فكيف أصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الفساد؟ أصلحه كيف؟ أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام
صور من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار. ولو كان أول ما نزل أن لا تزنوا ولا تسرقوا ولا تشربوا الخمر لقالوا والله نزني ونسرق ونشرب الخمر ولا ندعها أبدا. أول حاجة يا أخواننا بدأ بها الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وتذكير الناس بحق الله، وهو أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وربنا سبحانه وتعالى ما خلق النجوم والأرض والسماء والبشر، وخلق لنا الخيرات من الأطعمة ومن الحبوب ومن المياه ومن غيرها ومن الدواب إلا لهذه الغاية العظيمة، وهي عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى.